حلقة جديدة من برنامج بلح. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاه الحبايب، زحمة ولا عش رحمة، مولد وصحبايب. أسوأ أزمة بيعاني منها الشعب المصري هي المواصلات، سواء بقى مترو أو أتوبيس أو ميكروباص أو حتى توك توك. لو مش من الزحمة والناس اللي لازقة في بعضها، يبقى من قلة الراحة جوه المواصلة نفسها، ولو مش من قلة الراحة يبقى من استغلال السواقين للناس بأي شكل، ولو مش من استغلال السواقين يبقى من عدم وجود مواصلات اساسا. طب واختار اللي انت بعتها الجامعه لما تجيبك 5 جنيه كمان؟ مش هجيب، وريني هتعمل ايه؟ هي فتوانة ولا ايه؟ بتمد ايدك على واحده. كل ده كوم، وفي رمضان كوم تاني خالص. معاناه الناس مع الصيام ونزولها للشغل في عز الحر والحراره الحارقه اللي احنا فيها دي كفيله انها تفطروا، انما كمان مع معاناته في المواصلات وهم رايحين وهم جايين وانتظاروا ليها بالساعات، مش كفيله بس انها تفطروا، ده ممكن ينتحر اساسا. نسبة كبيرة من السواقين وخصوصا سواقين الميكروباصات بيتسببوا في حالة من غضب لناس كتير جدا، وكأنهم هم بس اللي صايمين لوحدهم، ده إذا كانوا أصلا صايمين. تلاقيه راكب والسيجارة في بقه برنس، ولا كأني في رمضان ولا كأني في أي حاجة. عادي يا برنس، السيجارة ما بتفطرش يعني. تلاقي الناس يا عيني واقفة متلطعة مستنية أي ميكروباص أو أي حتى مواصلة عشان خاطر يروحوا بيوتهم يفطروا على الأقل في بيوتهم يعني، وده واقف ما بحملش. يا عم ما بحملش يا عم الله. ولو تكرم عليهم موافق ان هو يحمل العربيه لو الاجره جنيه، معلش يا زباين بس عشان بس نبقى متفقين كده من اولها، الاجره 2 جنيه خلاص، واللي مش عاجبه ما يكبش. وانا بقول لك اهو انت عشان شكلك معترض. انا مش رايقه كده من الاول، اللي معاها عيل سرق واللي معاهاش الفكه خايفه، وانت هتقلق ومواقف كتير جدا بتعمل حاله من الاستفزاز عند الناس، بتوصلهم انهم ممكن يمسكوا السواق دوت مش بس يتعصبوا عليه، لا يطفوا السيجاره في عينه. السواقه مهنه محترمه رغم صعوبتها في طرقات مصر المدغدغه، لكن ده ابدا ما يديش الحق لاي سواق انه يستغل الناس ويغلي الاجره عليهم. الناس بتعدي الحاجات دي بمزاجها في الايام العاديه عشان اليوم ما يتقفلش منها، لكن انك تمشي بنفس الاسلوب ده في رمضان وتستحل حق مش حقك وتستغل الناس، فانت اكيد بتهرج. اتقوا الله وبلاش تتعاملوا مع رمضان على انه شهر بلح.